السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأهلي الليلة أه طبعا بطولة الأمم الأفريقية شغالة ولقاء قوي جدا شغال في الوقت الحالي ما بين الكاميرون وغانا والشوط الأول بينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين صفر صفر هكون مع حضراتكم في فقرة مهمة جدا فقرة حوارية هتكون إن شاء الله مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح وهنتكلم معه طبعا عن بطولة الأمم الأفريقية ومشوار المنتخب الوطني في البطولة والجولة الختامية بكرة إن شاء الله في دور المجموعات أمام المنتخب الأوغندي الساعة 9 بتوقيت القاهرة فقرة الثانية هتكون مع الكابتن خالد العوضي واللي يستضيف فيها الكابتن مؤمن طارق خيري لاعب الاهلي ومنتخب مصر لكره السله والفقره الثالثه ايضا مع الكابتن خالد العوضي وهيكون معاه شباب المنتخب الوطني لليد آه وان شاء الله يكونوا موجودين في بطوله العالم آه... لاعب او الكابتن عبد الرحمن طه والكابتن احمد رادي آه... ما فيش شك طبعا زي ما بقول لحضراتكم بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا بطوله اكيد كل يوم بنستمتع بمبارياتها بنستمتع بالمنتخبات المشاركه مباراه الكاميرون وغانا مباراه قويه جدا مباراه انتهى الشوط الاول صفر صفر منتخب الكاميرون كان قدامه يحرز طبعا كذا هدف ومنتخب غانا طبعا ند عنيد وند قوي المنتخب الكاميروني لكن ما شك لأن منتخب غانا مش هو ده المنتخب اللي احنا كنا متعودين عليه، منتخب غانا فقد الكثير من بريقه بعد اعتزال عدد كبير من اللعيبه وبعد ابتعاد عدد كبير من اللعيبه اللي موجودين معاه. لو نفتكر الجيل اللي كان موجود أمام منتخب مصر في المباراة الشهيرة وللأسف منتخب مصر بسببها لم يتأهل إلى كأس العالم، كلنا فاكرين منتخب غانا كان عامل إزاي وتقله كان عامل إزاي. كمان بنتكلم على منتخب الكاميرون منتخب كله شباب منتخب عنده مدير فني على اعلى مستوى او اثنين من الاسماء اللي موجودين اللي على اعلى مستوى سيدور وباتريك كليفرت اثنين من المدارس الهولنديه اثنين بيحاولوا مع منتخب الكاميرون ان هم يحافظوا على اللقب مع لعيبه شباب مع لعيبه عندها خبرات مع لعيبه اعتقد ان هي هتكمل معاهم لحد كاس العالم القادم 2022 وبالتالي مباراه قوية والشوط الثاني اعتقد ان المباراة هتخلص بفوز احد الفريقين الا اذا يعني المشيئة الالهية تدخلت ونهت المباراة بالتعادل السلبي الشوط الثاني ابتدى هنبقى موجودين مع حضراتكم لحظة بلحظة علشان ننقل لحضراتكم احداث وفعاليات المباراة المباراه الاولى كانت الساعه 4:30 ما بين المنتخب الموريتاني ومنتخب انجولا في مجموعه المنتخب التونسي ومنتخب مالي والمجموعه تزداد تعقيدا لكن النتيجه في صالح المنتخب التونسي طبعا ما فيش شك منتخب موريتانيا بيتعادل سلبيا مع منتخب انجولا علشان يكون الموقف في البطوله او المجموعه كالتالي مالي المركز الاول اربع نقاط منتخب تونس في المركز الثاني نقطتين وانجولا في المركز الثالث نقطتين ومنتخب موريتانيا نقطه واحدة. الاربع فرق عندهم سو... عندهم امل ان هم يصعدوا الاربعه ممكن مالي ما تصعدش او ممكن تصعد كثالث بعد ما كانت اول ممكن تونس تبقى اول ممكن انجولا تبقى اول ممكن انجولا تبقى ثاني هقول لحضراتكم سيناريوهات المباراه. المباراه اللي جايه هتكون ما بين منتخب انجولا ومنتخب مالي. منتخب مالي لو فاز سبع نقاط تاهل اول المجموعه بدون اي مشاكل. منتخب انجولا لو فاز هيكون عنده خمس نقاط وبالتالي هيتاهل هو كمان اول المجموعه وطبعا هنستنى نتيجه منتخب تونس مع منتخب موريتانيا منتخب تونس هو كمان لو تاهل لو كسب موريتانيا هيبقى عنده هو كمان خمس نقاط وهو كمان هيكون متاهل مع انجولا تونس وانجولا هيكونوا الاثنين اول وتاني على حسب عدد الاهداف علشان المواجهات المباشره بين الفريقين انتهت هي كمان بالتعادل فهنروح لعدد الاهداف بين الفريقين منتخب موريتانيا لو فاز هيبقى عنده اربع نقاط وبالتالي ممكن يدخل كاحسن ثالث ممكن يخش كمركز تاني فبقول لحضراتكم مجموعه معقده بالمره مجموعه زي ما بقول لحضراتكم 24 منتخب الاتحاد الافريقي بيعطي الفرص للمنتخبات كلها ان هي تشارك وان هي يكون ليها صوت وان هي يعني تنافس المنتخبات الكبيره في البطوله الافريقيه. آه الساعة آه النهارده الساعة 10 يكون في لقاء في مجموعة الكاميرون وغانا منتخب بنين هيلاقي منتخب غينيا بيساو وفي الجولة الثانية علشان تكون النهارده آخر آه اللقاءات في الجولة الثانية لدور المجموعات بشكل عام. آه كوبا أمريكا أكيد كلنا بنتابعها ولازم أتكلم عليها ولازم أقول لحضراتكم النتائج اللي موجودة علشان خاطر آه اللي مش متابع يعرف او اللي مش عارف يعرف منتخب كولومبيا امبارح كان بيلعب او منتخب كولومبيا منتخب شيلي مباراه انتهت ما بينهم بفوز المنتخب الشيلي بركلات الجزاء على منتخب كولومبيا منتخب كولومبيا كان واحد من اقوى المنتخبات اللي موجوده في البطوله قدر انه يصعد الى الدور التالي او دور الثمانيه بتسع نقاط ثلاثه فوز بتسع نقاط وبالتالي منتخب الشيلي حامل اللقب بيقدر انه يفوز بفارق الخبرات اللي موجوده عنده في لعبته وبفارق آه الخبرات في البطولات منتخب شيلي بيفوز على المنتخب الكولومبي بركلات الترجيح ويتبقى آه فريق واحد علشان خاطر يحدد اخر فريق يتاهل الى الدور قبل النهائي في مباراه الاورجواي وبيرو لاكون النهارده الساعه 9 بتوقيت القاهره هنتابع برضو مع حضراتكم النتيجه اول باول علشان نعرف حضراتكم ونقول لكم النتيجه انتهت على ايه طبعا منتخب البرازيل يوم 3 7 هيواجه المنتخب الارجنتيني في البرازيل في دور قبل النهائي في بطوله كوبا امريكا ومباراه قويه جدا طبعا الاسمين يعني كفايه ان احنا نتكلم على كره قدم جميله، نتكلم على نجوم هتكون موجوده، هنتكلم على كوتينيو، على ويليان، على كل اللعيبه هتكون موجوده كاسيميرو، هنتكلم على داني الفيس، هنتكلم على لعيبه كتيره جدا منتخب الارجنتين، ديبالا وميسي واجويرو، لعيبه نجوم الملعب فعلا هيكون في 22 نجم، 22 لاعب هيمتعونا باداء اعتقد ان هو هيكون مميز جدا، المباراه الثانيه اللي هتكون ما بين الفريقين طبعا منتخب شيلي هيلاقي الكسبان من منتخب الارجوي وبيرو لكن كل الاحتمال او كل الاحتماليات اللي بتقول بتقول ان منتخب هو اللي هيفوز على منتخب بيرو منتخب ارجوي عنده خط هجومي قوي جدا عنده طبعا كافاني ولويس سواريز اثنين بيعرفوا يتعاملوا جيد جدا في البطولات بيعرفوا يتعاملوا بشكل كبير مع الدفاعات اللاتينيه شفناهم في كاس العالم طبعا امام المنتخب الوطني وشفناهم في بطوله كاس العالم روسيا الاخيره منتخب اورجوي واحد من المنتخبات القويه جدا ودايما بيكون منافس قوي سواء في التصفيات المؤهله لبطوله كاس العالم او في كوبا امريكا اللي بتكون بشكل مستمر. بكره ان شاء الله هتكون في لقاءات عشان افكر حضراتكم بكره مش هيكون في ثلاث لقاءات هيكون في اربع مباريات اثنين في توقيت واحد واثنين في توقيت واحد علشان خاطر يكون في مبدا تكافؤ الفرص ما بين المنتخبات في الجوله الاخيره. الساعه اه ستة منتخب بروندي هيلاقي المنتخب الغيني ومنتخب مدغشقر هيلاقي المنتخب النيجيري. ده بالنسبه للمجموعه الثانيه. مجموعه مصر م... اوغندا هتلاقي مصر الساعه تسعة في نفس التوقيت منتخب زيمبابوي هيلاقي منتخب الكونغو اه الساعه تسعة ايضا بتوقيت القاهره مجموعه مصر فكر حضراتكم تاني بموقف الفرق. منتخب اوغندا محتاج انه يتعادل او يفوز علشان يخش مع منتخب مصر كمركز تاني منتخب مصر تاهل رسميا الى دور ال16 منتخب مصر لو فاز تسع نقاط ان شاء الله يفوز طبعا ومنتخب اوغندا يتجمد رصيده